عمرو مش هينفع دلوقتي. ايوه قلت ايوه انا في البيت مش عايز بقى اي صوت عالي. ايوه نسيت وبقيت زي الفل. لا صدقوا يا عم انا مالي انا بقى تتصرفوا ازاي؟ يبقى عشان انا في البيت دلوقتي مش عايز اي دوشه. ايوه والله العظيم نسيت نهائي. ممكن بقى محدش يقعد يزن ولا تصبيه تاني؟ أنا ماليش دعوة، أنا مش هدخل في الحوار ده تاني. قلت طب يلا يلا ونبي عشاننا في البيت. يلا سلام. ايه يا حبيبتي؟ كنت صحيتي ولا ايه؟ تعبت شوي. كنت فين؟ كنت تحت. تعمل ايه؟ كنت بشرب ميه، لقيت شويه دم فنزلت اشرب ميه وجيت. ايه اللي عليك؟ لا ولا حاجه، تعبت شوي. سبيني انت ونمتي اصلا. ها؟ مالك فيه؟ لا ولا حاجه. بتحبني؟ يا بنتي انت مجنونه ليه كده على الليل بتحاوليه؟ قولي الحقيقه، بتحبني؟ تفتكري الحيط اللي في بطنك دوت هو اللي في بطنك؟ تفتكري انا بحبك ولا لا؟ بحبك جدا كمان وانت عارفه كده كويس. أنا مالك، أنا مالك.